اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء وتعقيد المحتوى. نقوم بالضغط هنا على تطبيق اليوتيوب، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات العامة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على وضع تقييد المحتوى. نقوم بالضغط هنا، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء وضع تقييد المحتوى. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.